الحمد لله العلي الأعلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تبارك وتعالى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله جل وعلا تفلحوا وتسعدوا، وأطيعوه تفوزوا وتغنموا وتسلموا. يقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون. وإن المسلمين اليوم يمرون بفتن مختلفة المصادر متعددة الأشكال، فتن تعاظم خطرها وتطاير شرها وتنوعت أسبابها ومحلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن الركن الشديد الذي يأوي إليه المسلم من ويلات الفتن ومخاطرها هو الالتجاء إلى خالقه عز وجل، والاعتصام بحبله، وتحقيق طاعته، والتمسك بشريعته سبحانه. يقول الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. ويقول جل وعلا: ففروا إلى الله. ومن هذا المنطلق جاء التوجيه النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث على نجاة أمته في وصيته الخالدة بقوله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم. والهرج يعني أيام الحروب والقتل وأوقات الخوف والذعر وحال اختلاط أمور الناس من جميع المحذورات والمحن التي يخافونها في جوانب حياتهم، بحيث أصبحت لا تنتظم أمورهم على أحسن حال، بل يكونون في أمر مريج واضطراب شديد كحالنا اليوم. حينئذ لا نجاة للمسلمين إلا باللجوء إلى ربهم جل وعلا، والانقطاع إليه، وقياد أنفسهم وتصرفاتهم وتحركاتهم بشرعه ووفق أوامره ووفق أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا المنهج النبوي الذي عظم شأن العبادة أيام الفتن، لأن الناس يعتريهم بسبب أمور بسبب الفتن التي تقع بينهم من العداوات والظلم والكذب والتخاصم مما هو محرم في دين الله، بل ينشغل كثير منهم حال الفتن عن الثبات على المنهج الحق. فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن الهجرة تنبني على ترك الوطن والدار ورغائبها إلى الله جل وعلا، وهكذا الانقطاع للعبادة والالتزام الشامل بها يقود المسلمين إلى كل ما ينجيهم من الزلل والخطل والزيغ عن الصراط المستقيم والمنهج القويم إبان الفتن. قال أهل العلم: إن الناس في أوقات الفتن يرجعون إلى أهوائهم
وآرائهم وأذواقهم بعيدًا عن حكم الله جل وعلا وشرعه. فالذي ينتقل من هذه الحال إلى العبادة والإقبال إلى الله جل وعلا والتقيد بشرعه كالمهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الناظر لعالمنا الإسلامي اليوم يجد أنه كلما حلت محنة ووقعت فتنة فبعض وقد يكون كثيرا فبعض منهم بسبب هذه الفتن يسعى لتفريق الصف الأمة والاتهام لبعض بما لا يستقيم مع المنهج الذي شرعه الله سبحانه من الحرص على الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق والاختلاف. فاتق الله أيها المسلم وإياك أن تكون وأنت لا تدري بوقًا للشياطين ولسانًا للأعداء. فما خاف الأعداء شيئًا كاعتصام المسلمين بكتاب ربهم واتحاد صفهم وجمع كلمتهم وتعاونهم على كل بر وصبرهم على طاعة ربهم ومنهج دينهم ومعالجة ما يقع بهم من الفتن والمحن وفق منظور صحيح واجتهاد يحيطه الخوف من الله جل وعلا ومراعاة المسؤولية وتحقيق مصالح الأمة. ألا فأشغلوا أنفسكم أيها المسلمون بما يحفظ مصالح دينكم ودنياكم. وأعدوا العدة المستطاعة للحفاظ على ذلك، ومن أعظم ذلك الثبات على شرع الله جل وعلا والسير على ضوء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حققوا عبادة التعاون المثمر والأخوة الصافية على الدين والعقيدة والمودة الإسلامية والولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. فجاهدوا أيها المسلمون كل الفتن بالطاعة الخالصة لله سبحانه، والالتزام بهذه التوجيهات الربانية تسلموا من غوائل الفتن وعواصف المحن، لا سيما في مثل هذه الأزمان التي يسعى الأعداء بكل مكر للإضرار بالإسلام والمسلمين بشتى أنواع الإفساد وأسباب الشرور. ولا مخرج من ذلك إلا بهجرة المسلمين من المعاصي إلى الطاعات والبعد عن المنهيات. قال جل وعلا: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فلا هداية لعزة ونصر وتمكين واستقرار وأمن وأمان إلا بتمسك المسلمين بدينهم وتحكيم شريعة ربهم. قال جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبِّت أقدامكم. وهناك ملاحظةٌ قد طرأت عليَّ وأنا أتكلم، وهي أن الفتن قد تدخل على الناس حتى في صلواتهم، فإنني أرى بعض المسلمين قد انشغل عن الاستماع إلى الخطبة بجوالاته، وهذا أمرٌ لا يستقيم مع المنهج النبوي، فاتقوا الله أيها المسلمون. وفق الله الجميع، وفق الله الخطى، وحفظنا جميعا من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله المستعان وعليه التكلان. الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، المخرج من كل فتنةٍ تقع لا يكون إلا بإصلاح الدنيا بدين الله، وعمارة الأرض بشرع الله سبحانه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن أحاط حياته وسلوكه بتقوى ربه جل وعلا جعل له من كل ضيق مخرجا، ومن كل بلية وفتنة عافية وعاقبة حسنا. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ألا وإن من أفضل الأعمال الإكثار من الصلاة والسلام على النبي المختار، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين وعن الآل والصحب أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يسر للمسلمين، اللهم يسر لهم أمورهم، وفرج همومهم، ونفس كرباتهم. اللهم أعِذهم من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ المسلمين وكلهم ناصرًا ومعينًا. اللهم احفظ المسلمين وكلهم ناصرًا ومعينًا. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين. اللهم سلِّط عليهم جندك، اللهم انتقم منهم، فقد ظلموا وأسرفوا وأفسدوا ودمَّروا. اللهم كُن للمسلمين في غزة وفي جميع ديار المسلمين يا رب العالمين، أنزل رحمتك التي تُصلِح بها أحوالهم، وتنصر بها وتنصرهم على أعدائهم. اللهم ابطل، اللهم ابطل مكر الأعداء، اللهم ابطل مكر الأعداء، اللهم ابطل مكر الأعداء، واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين، يا عزيز يا حكيم. اللهم وفِّق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، اللهم أصلِح بهما أحوال المسلمين. اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِث ديارنا وديار المسلمين. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم ارحمنا ببهائمنا، اللهم ارحمنا ببهائمنا، اللهم احي ديارنا بالغيث النافع،
اللهم أحيي ديارنا وديار المسلمين بالغيث النافع يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بسوء ما عندنا، اللهم أغننا، اللهم أغننا، اللهم أغننا بالغيث النافع، وعم بالنفع جميع ديار المسلمين. سبحانك، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمدٍ.